انضم الينا عبر الهاتف مشاهدينا من لندن الكاتب والباحث السياسي الاستاذ عادل الحامدي. اهلا بكم استاذ عادل الى هذه الجوله الاخباريه. يعني ربط بعض النواب بحزب المحافظين بين حصول تريزا مي على دعم لصفقتها للخروج من الاتحاد الاوروبي وبين التخلي عن منصبها، هل فشلت مي باخر فرصها لاقناع مجلس العموم برايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. تعيش بريطانيا هذه الايام ازمه سياسيه غير مسبوقه بسبب قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي او الاستفتاء الذي انتهى عام 2016 الى قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي. صحيح الجدل الذي يدور الان هو حول الخيارات المتاحه امام البريطانيين بالتعامل مع ازمه الخروج من الاتحاد الاوروبي، لكن لا يبدو ان هنالك الى حد الان اي توافق بين ممثلي البريطانيين في مجلس العموم البريطاني حول كيفيه التعامل مع هذه المساله. لا عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، ولا ايضا الاتفاق الذي اقترحته ماي، ولا ايضا الذهاب الى العوده الى استفتاء. كانت هنالك بالامس مظاهره مليونيه وسبع عاصمة البريطانيه تماما تطالب بالعوده الى الشعب لاستفتائه في الخروج من الاتحاد الاوروبي، لكن هذه ايضا لا تلقى تاييدا كامل من اعضاء مجلس العموم البريطاني. ايضا الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاقيه لا تلقى تاييد. الاتفاقيه التي تقترحها ماي مرفوضه، والبرلمان او مجلس العموم يرفض ان يناقشها بصيغتها المطروحه. الاتحاد الاوروبي من جهته يرى بان عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي او تاجيل الخروج من الاتحاد الاوروبي دون رؤيه واضحه ايضا غير ممكنه. نحن في ازمه سياسيه غير مسبوقه، واعتقد بان الغالب هنا في بريطانيا الان هو الذهاب مجددا الى العوده الى الشعب البريطاني ليقول كلمته في مساله الخروج. ولا اعتقد بانه من الوارد الان المغامره باي اتفاق. اما الربط بين مستقبل تريزا ماي في الحكومه وبين الخروج من الاتحاد الاوروبي فاعتقد بانه خارج السياق، على اعتبار ان المسؤول عن هذه الازمه ليست تريزا ماي. نحن نعلم بان تريزا ماي اتت الى رئاسه الحكومه لتخلف ديفيد كاميرون، وهي التي كانت ضد اصلا ضد عمليه الخروج من الاتحاد الاوروبي، وبالتالي ليست هنالك علاقه مباشره بين تريزا ماي وبين الخروج من الاتحاد الاوروبي، وانما مصالح بريطانيا هي الان على المحك. نعم، نواب في حزب ماي ذكروا انهم قد يدعمون اتفاقها اذا تخلت عن مسؤوليتها في المرحله الاتيه من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. الى اي مدى ترى أن مي على شفا انقلاب حزبي عليها؟ طبعا عند هنا في الديمقراطيات الغربية والحديثة عندما تفشل حكومة ما في تمرير اتفاقية بحجم اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن الخطوة المباشرة التالية لهذا الفشل هي الحديث عن حكومة جديدة. لكن هل الحكومة الجديدة تمتلك رؤية واضحة للتعاطي والتعامل مع الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي بقي لتريزا ماي أن تفعله ولم تفعله، أو باستطاعتها أن تفعله ولم تفعله من أجل تأمين خروج آمن لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحقق رأي الشعب البريطاني؟ هنالك اليوم في تصريحات لنواب من المحافظين يقولون بأنه إذا أتى يوم الجمعة المقبل ولم يوافق مجلس العموم البريطاني على الخروج من الاتحاد الاوروبي، معنى ذلك اننا امام جمعه سوداء، واننا امام ربما موقف سوداوي للديمقراطيه. انا اعتقد باننا ما زالت هناك ازمه سياسيه خارقه ليست المسؤول عنها تريزا ماي، وانما هو المسؤول عنها ديفيد كاميرون وحزب المحافظين وقرار الذهاب الى الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اخذ بعين الاعتبار شروط وتحديات التي تواكب هذا الخروج. ولذلك ربما نشهد بعض القلاقل في الايام المقبله تجاه هذا الملف، اي ملف الخروج من الاتحاد الاوروبي. في سياق خرج 100,000 في مسيره وسط لندن للمطالبه باستفتاء جديد على الخروج، هل تعتقد ان هذه المطالبات ربما تجد اذان من مجلس العموم والحكومه؟ الذهاب الى استفتاء ثاني مجلس العموم البريطاني صوت ضده، ولا اعتقد باننا في وارد على الاقل في الوقت الراهن في وارد الذهاب الى استفتاء ثاني. ربما الاقرب الى الحدوث هو ان يتم التصويت على الغاء الماده 50، اي الغاء اصلا الخروج من الاتحاد الاوروبي. لكن هل هذا وهذا يتيحه القانون البريطاني، هل هذه الخطوه وارده؟ اعتقد بان هذه اقرب
الى التحقق منها الى الذهاب الاستفتاء، لكن المظاهره التي جرت يوم امس في وسط لندن هي عباره عن محاوله للضغط على الحكومه البريطانيه وعلى البرلمان البريطاني للعوده مجددا الى التفكير في مصلحه بريطانيا قبل التفكير في وعود انتخابيه ومغامرات انتخابيه اوجدها ديفيد كاميرون، وذهب وترك البريطانيين يعيشون هذه الازمه السياسيه الخالده. شكرا جزيلا لك الاستاذ عادل الحمدي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.